وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة العظيمة فيها بشارات من الله تعالى للمؤمن المستقيم أن الملائكة تتنزل عليه في لحظات الاحتضار، وهو خارج من الدنيا في لحظات الاحتضار وقد حضره الموت، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن جرير الطبري: تتنزل عليهم الملائكة بعد القيام من القبور. وهذه الملائكة التي تتنزل عليهم تبشرهم بثلاث بشارات: البشارة الأولى ألا تخافوا، يعني مما يستقبلكم، لا نزول في الموت يجتمع عليه ألمان، زول لما نجي يموت يجتمع عليه ألمان إلا من رحم الله تعالى. الألم الأول ألم في الجسد، الروح دي ما خروج فيه ابتلاء، والله سمى الموت مصيبة في القرآن، قال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت ده مصيبة، وبعدين فيه ألم في الجسد. شكذي ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال: والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. انقطعوا لك يدك، جابوا لك سيخة خدتوها في نار لما بقت حمراء، بشوا لك بها عينك، أي ألم. قال لك الألم في الموت ده أشد منه، ألم شديد جدا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في ركوة ماء أو ركوة ماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ففي ألم شديد بعدين منتظر الزول. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني تفر وتهرب. يجوع طوالي يجر للأكل، يعطش يجر للموية، امرض يمش للدكتور والأدوية، وهكذا يفر من الموت حتى يدركه الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار، قال له: يا كعب صف لنا الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل غصن شجرة، غصن شوك اللي يبتع شجرة في جوف ابن آدم، العود ده فيه شوك وجوه بطن الزول، ما من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به، وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها، يجتذب هذه الشجرة وهذا الغصن من جسد العبد. فالموت ده مؤلم، في ألم في الجسد، واحد. اثنين، في ألم تاني اللي هو إنه إنسان خايف من الشيء قدامه، لأن الموت ده يتبع الدب فتحوا لك باب ويتماشى عليه وما عارف الله قبل عملك ولا ما قبله، عملك الصالح، والله بيتجاوز عنك ولا بعذبك، وهل القبر بيكون أفضل لك من الدنيا بالنسبة لك أنت، ولا بكون القبر فيه عذاب لك، وهل القيامة اللي بيحصل لك شنو، مصيرك شنو، أنت بتكون خايف. الحاجات دي كلها خاطية في الموت، وماشي ما قادر ترجع لورا، أنت ماشي لقدام، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالزول بيتألم في الموت الألم الثاني ده اللي هو بيفكر قدام اللي بيحصل شنو وأولاده وراءه بيحصل لهم شنو. عشان كده الملائكة ديل المؤمن المستقيم بيبشروه بثلاث بشارات. واحد ألا تخافوا، قال ابن كثير أي ألا تخافوا مما يستقبلكم. قال له القدام ده ما تخاف، انت دربك مارق، ألا تخافوا شغلتك لي قدام تمام ما في مشكلة. ولا تحزنوا قال ابن كثير أي على ما خلفتم من الأموال والأولاد، ديل الله بيحفظهم لك. ثلاثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكثير من الناس الليلة ركنوا للدنيا وركضوا خلف متاعها ونسوا الجنة. واحد تقول لي تعايش لشنو؟ والله يقول لك غايته نبقى كويسين صحة تمام والعافية دي ما في زيها. يا زول العافية ما في زيها، ولا رحمة الله والإسلام والدين والجنة الما في زيها شنو؟ يقول لك بس شفت نكون كويسين ما في مرض وساكنين في بيت ملك وعربية كيلك والبارد تمام والأكل كويس والأولاد ماشيين تمام وقارين في المدارس، تاني ما عندنا أي مشكلة وبس خلاص دار ترتاح في الدنيا. أي قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم، حساب قرب، قال وهم في غفلة معرضون. الزول في غفلة وما معرض، هو في غفلة وجاي على الدين بعد شوية الغفلة بتزول، لكن المشكلة وهم في غفلة معرضون، غافل وجاري من الدين ماشي بعيد ما يرجع. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لكن الزول المؤمن بيعيش عشان الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة شنو؟ فقد فاز. ده الفوز، مش الفوز تسكن عمارة ولا تتزوج أربع نسوان ولا عندك عشر أولاد ولا راكب عربية آخر موديل ولا قروشك كثيرة في البنك ولا غير البنك، ده ما الفوز، ده كله بزول، متاع قليل، ده بزول كله. والدنيا دي عاشوا فيها ناس أقوى منك زي قوم عاد وماتوا، وناس أغنى منك زي قارون، ده قال لك المفاتيح بتاعته لتنوء عنها العصبة أولي القوة، وإن مفاتحه لتنوء عنها، لتنوء شنو؟ هاي للعصبة أولي القوة، بالعصبة والقوة. زول قال لك المفاتيح دار لا عتالة، مفاتيح مش الخزن والجوة لها، بعد في النهاية فارق الدنيا مات وخسفوا بالأرض، فإنت ما أغنى من ديل. وبعدين في ناس عندهم ملك زي فرعون، ده ملك ما شفنا زيه الآن ما في زيه، لأنه هسي ناس كتار بخالف الدين طبعا، كان عصرون في الأوامر والنواهي بمرقوا بخالف الدين، ده بيطلع قرار مش بيقول أرفع السكر ولا البنزين ولا كذي، قرار أي ولد يقتلوه وأي بنت تقعد حية، والجماعة قاعدين ولدك كخ يقتلوه ساكت ما فيش في ملك زي ده انبشر في الزمن ذاك ولا في الزمن ده إلا بعد ذاك سليمان عليه السلام. المهم الموضوع طويل، فالنازل بعد ملك وبعد مال وبعد قوة النهاية فارق الدنيا. فإنت فكر في الآخرة، فكر في الجنة. جنة دي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد، المنادي ده بينادي بأربع أشياء، ينادي منادنا، الأربعة دي ما بتلقاهم في الدنيا ولا واحد ما بتلقاه. ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، دي بتلقاه في الدنيا فلا تموتوا أبدا ما في، وإن لكم أن تصحوا
فلا تسقموا أبدا. تلقاه في الدنيا ما في مرض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما بتكبر، تلقاه في الدنيا ما في. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الجنة عرض السماوات والأرض، ما في نفر صار وشه، كله زو صار وشه ما في، زو زعلان ما في، زو الحزين ما في، كله نعيم في نعيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أنهار وأشجار شغل كثير جدا، المجال لا يتسع ونحن تكلمنا في مواضع أخرى. فالملائكة ذي بشروا بالثلاثة بشارات دي، ألا تخافوا قدام الشغلة مهمنا بفضل الله، ولا تحزنوا ورا برضو تمام، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السبب شنو؟ السبب في إنه النازل ماتوا على حسن الخاتمة شنو؟ السبب حاجتين، والحاجتين ذيل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم في حديث وهم في الآية. لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذيل في الآيات. في الحديث في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال إذا لي كلام شامل كامل وكلام جامع مانع، تاني ماذا تعقيب عليهم؟ أنا أفهم به والدين وأنجو به من عذاب الله سبحانه وتعالى. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وإنت محتاج للكلام ده الآن، لأن الطرق كترت والجماعات والأحزاب، ونحن ماذا نجيب اسم أي زول؟ يعني ماذا نذكر؟ مش عشان حلال ولا حرام ولا كذي، مراعاة لبعض الأحوال وكذي، لكن في النهاية ما دارين نجيب أسماء أي طوائف منحرفة ولا ضالة، ولا دا نتكلم فيهم، لا دا نتكلم في برع ولا مكاشف. شفت الناس المجارمة دي جت، ماذا نسألون الليلة؟ بس دارين نذكر شنو؟ آيات وحديث والناس يستفيد، مش كلام سمح؟ أنتم مركزين. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. بس دار الدين تمشي في عديل آي. قل آمنت بالله، قال ابن عثيمين رحمه الله: فيه إصلاح الباطن. قل آمنت بالله ثم استقم، فيه إصلاح الظاهر. آمنت بالله، انت الرب اللي بتعبده منه الله سبحانه وتعالى. والسؤال ده في الدنيا إبراهيم عليه السلام سأله لقومه: ما تعبدون؟ في سورة الشعراء قالوا: انتم بتعبدوا شنو؟ ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعبد الأصنام، وإبراهيم عليه السلام يعبد الله وحده لا شريك له، ودار يقنعهم بالتوحيد وينهاون عن الشرك بالله تعالى. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عاكفين يعني ملازمين لعبادتها. أداهم ثلاثة أسئلة، إنت الثلاثة أسئلة دي أي زول يعتقد في غير الله، بس كده خدت الثلاثة أسئلة دي. أول شيء بيعتقد في قبة، بيعتقد في شيخ، بيعتقد في حاجة، انت بعد ذاك شنو؟ أسألوا الثلاثة أسئلة دي: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ سؤال الأول، هل بتنادون ديل بيسمعوكم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ما انت دار لك خير، انت بتدعو ليه؟ دار لك خير ودار يدفع عنك شر. هل بتدعو ده لازم يسمعك أول شيء، ما انت دار منه خير يسمعك، واحد. بعد يسمعك يكون بيقدر ينفعك، ما كان بيسمعك وما بينفعك في فايدة، ما في فايدة. وبعدين يكون بيقدر يدفع عنك شنو؟ الضر. عشان كده يسألون الثلاثة أسئلة دي: هل يسمعونكم إذ تدعون؟
أو ينفعونكم أو يضرون. الثلاثة ذل غير الله بيسمع انت تناديه وهو في بلد وانت في بلد تناديه بيسمعك، هو ميت وانت حي تناديه بيسمعك. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مش القرآن ده واضح؟ إن تدعوهم، الله قال لك أن دعيتهم لا يسمعوا دعاءكم، مش كلامنا نحن، ما كلام الله سبحانه وتعالى. أهو كان سمعوا، هم ما بيسمعوا، لكن قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش قفل لك باب الشرك. لكن الله كان ناديته في أي وقت بيسمعك ولا ما بيسمعك؟ بيسمعك يا خناس يا نادي لي شيخ، الشيخ ده بالليل أنا العربية انقلبت ثلاثة صباحا الشيخ نايم، هذه المشكلة يحلوها كيف؟ لكن الله قال عن نفسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بنعس لا بنوم سبحانه وتعالى. بعدين الشيخ ده أنا كان ناديته هذا في التباب، زول ناداه في كسلة، واحد ناداه في رفاعة، واحد في مدني، واحد في الخرطوم، امش لياتو يخلياتو، مش في واحدين بيضيعوا ساي، لأنه هو نفر وهو مخلوق. لكن الله الكون ده جت بناديه، ممكن كن بس كلمة كن جت يعالج لهم مشاكلهم ولا هو عالجه؟ على كل شيء قدير. أنا نادي، بعدين أنا الشيخ ده بنادي يمكن بياكل، الزول ده أنا أثناء ما بنادي فيه يمكن قاعد يغمس في الكسرة بالملاح، لكن الله بياكل ما بياكل. قل أغير الله أتخذ وليا، فعلك القرآن ده واضح كيف؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله سبحانه وتعالى، وبعد ما في شيء بيخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والشيخ تغلط في حقه بيخسرك، لكن الله تغلط في حقه بعدين بيمد لك وبيقول لك توب. ما في ناس غلطوا غلطات كبيرة الله قال لهم توبوا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، دي ما يساء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يساء ولا ما يساء؟ قالوا يد الله مغلولة، يساء ولا ما يساء؟ يساء. بعد الله قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، اللي يجوني بغفر لهم، بس يتوبوا لي بغفر لهم. لكن كذا مش للشيخ، قول له شيخ انت جيعان ساي ما بتدى اي شيء، ما عندك اي شيء، كان ما نهرك قال لك وهابي وهابي امرك. ثاني قول له اديني كسره ناكل مع الجمله، لا وهابي ما بتاكلها دي للدراويش، ما بترضك؟ امش كذا سيليه وما بترضك؟ ثاني بيقبلك ما بيقبلك يا اخي. وبعدين ده باكل 20 نفر، الله الارض دي شت بياكلها براو سبحانه وتعالى، تتساوي الخالق بالمخلوق. فلذلك دي مشكلة كبيرة جدا، عشان كذي الناس ديل اللي بيجيون الملائكة قالوا ربنا الله، وإبراهيم عليه السلام سأل الثلاثة أسئلة دي: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا. أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا. طيب حجتكم شنو؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. والله لقينا أبهاتنا وقمنا فيه دربهم بس، دي حجة. بعد ذاك إبراهيم عليه السلام قال لهم كلام قوي وكلام متين، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه إلا رب العالمين؟ يلا اسمع الكلام ده، قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. ما هو خلقني أنا بعبده، هو خلقني أنا كيف ما أعبده؟ لكن ده خلقني، ده ما خلقني المخلوق ده، ده مخلوق ذاته عليك الله. زول الله يدي الدين ركبهم فيه، وكرعين ركبهم فيه، وإضنين وأجهزة، قال يا أيها الإنسان
ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء؟ شنو ركبك؟ القرآن ركب لك الله، واليدين ركب لك الله، تنادي لك شيخ ركبوا لك قرآن ويدين؟ انت مركب، تنادي مركب ولا تنادي الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم؟ وبعد ده بيابو الكلام ده بيابو. تعرف عمرو بن لحي الخزاعي ده، ناس كانوا يعبدوا الله على ملة إبراهيم عليه السلام زمان، ناس قريش، ده أول زول جاب لهم الشرك. مشى الشام وتاجر تجار، مشى الشام والتجار لا سقروشن يدوهم حيات وبخرات، مضيعين زمنهم. ماذا نجيب اسم زول قاعدين يضيعوا زمنهم ساي وقروشهم ساي إلا من رحم الله. ده مشى تاجر الشام، لقى التجار هناك بيعبدوا ناس الشام، لقاهم بيعبدوا في الأصنام. قال والله احنا عرب هناك في مكة، وانتوا بيجاي هنا تجار، وانتوا ناس الشام ديل الناس بتخترب بتجيكم، فدونا معاكم صنم. شوف الناس كانوا على الدين النظيف، أدوه هبل، هبل ده صنم وما في يده مقطوعة، الصنم ذاته يده مكسورة وعنده يد تاني. جابوا دخلوا الكعبة، بدل الجماعة يدعوا هبل وقول لنا احنا على ملة إبراهيم، قالوا يا خلوا الزول ده زعيم وناي وكذي. بعد ذاك قالوا والله هبل ده يده مقطوعة، الزول ينادي، انت اللي بتنادي ده عندك يدين، والبينادوه هبل يده مقطوعة ذاته، بس دي ما شغل ذاته ملخبطة. بعدين قالوا والله يا أخي الزول ده طالع الصنم ده طالما يده مقطوعة نسوي له يد. جمعوا تبرعات سووا له يد بتاع الذهب، فالهوس ده سووا له يد بتاع الذهب لصقوها فيه. أنا إن حاضر كان سرقتها بالليل لجهاز لأي شيء، تسرقها وتبيعها والله يتقبل، تصدق بها تبني بها مسجد غيره الله بديك أجر. سووا له يد بتاع ذهب وبيقوا ينادوا من دون الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام قال إلا رب العالمين، وذكر ثماني صفات من صفات الله تعالى أو من أفعاله. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، من أفعال الله مش من الصفات، لأنه في بعض قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عليك الله اسمعها كويس واحد واحد. إلا رب العالمين الذي خلقني، انت قال كأنه داير يقول لهم الصفات الأفعال دي لو أصنامكم بتقدر تفعلها أنا بعبد أصنامكم، ولو الأفعال دي ما بيقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، انتوا بعد شنو تعبدوا الله تخلوا أصنامكم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أمسك الصفات دي واحد واحد عشان نختم الكلام طويل، والشيخ ما قصر جزاه الله خير، فصل في التوحيد وفي الشرك وفي أشياء نحن جميعا محتاجون إلى هذا الكلام. ونسأل الله يثبتنا وإياه وجميع الدعاة إلى الله تعالى وجميع المسلمين الذين على العقيدة الصحيحة أن يثبتنا على هذا الأمر حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذي خلقني، في خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ ما في، لا نتحدى. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ضبانة قال لك ما بيخلقوها، شوف القوة دي كيف، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه منه. ضبانة كان قلعت منه شيء ما بيقدر رجعه، ده ما ضعيف. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب البنادي غير الله، والمطلوب النادوه ذاته بنادوه. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال لك غير الله ما يخلق ضبانة، هسه يقول لك غير الله بدي الجنة، يقول لك اتزوجت لك 5 سنة 7 سنة ما في جنة، النساوين جن للمرأة في البيت، أها ما بقيتوا 3 لا ما بقينا في شنو؟ والله بدل تنصحها تقول لا سوي كسرة تمام وسكريات والعصائر وادعو الله، لا لا قول لها راح والله ناس فلان عندهم واحد بدي الجنة. كيف بدي الجنة؟ والله يقول لك لن يخلق ذبابا، وما يغشك يقول لك الزول ده قال بيسأل ليكن الله، لا لا ما قال بيسأل ليكن الله، قال هو ذاته بدي الجنة من غير مس وتفل كم أدى طفل. وماذا رجيب الأسماء؟ أنا ما في ضوابط في النهاية، في أشياء مصالح بالراعية من الدين يعني، لخبطة كلها يا أخي. زول يدي جنة هو زول ذاته، أهله الله داون له، يجي يدي هو وبدي كيف ذاته، بدي كيف. واحد تعرف في منطقة جمدني قدام اسم الفعج البشير، مشينا لها الفعج البشير مش بتعرفوها، بس هنا قريبة الفعج البشير دي 2010 ولا 2009 مشينا هناك، في عمك بعد انتهت النصيحة في الجامع قال لي اسمع، مشينا له في البيت والزول المستضيفنا المهم ده عمه، قال لنا قال لي كذا، قال لي في 3 منكرين زيك كذا، قال لي 3 منكرين زيك كذا، قال لي وديناه للشيخ جنب المناقل. قال الشيخ ده رفع مصلايته في الغرفة بتاعته، رفع مصلايته قال لهم شايفين تحت المصلاية دي في شنو؟ قال له في بحر، بحر جوا اوضته بس فوق المصلاية، والله الذي لا إله غيره. قال لهم شايفين في شنو؟ قال له في بحر. قال لهم شايفين البحر ده فيه شنو؟ قال له فيه صدف. قال لهم الصدف ده جت أولاد وبنات، أي زول جايين إلي جنة بدي طوالي، نحن دارين جنة سمك، نحن دارين جنة زول انت بتدي من البحر، وده كان ولده جرى البحر نعمل لها جنودي. بعدين قال لي وانت عارف القبور اشتغل في الفعج دي في البيت، تجيك قبور هايج كذي. قال لي بس الشيخ مسك لي قبورة، قال له يا معشر القبور، شوف ده بكلم القبور، قال لهم يا معشر القبور والله الذي لا إله غيره، وانا اوريك الهوس، يا معشر القبور اذهبوا الى بلدات فلان وفلان وفلان. قال القبور كله كر طوالي مشت 3 بلدات بس، باقي المحل بقى فاضي زي قبورة مالافة، كل القبور تابع للصوفية لخبطة كلها باسم الكتاب والسنة، وده كله كذب على القبور ذات، ظلم للقبور والله، ودي كلها في النهاية في نهاية الأمر. فلذلك نحن ما دارين نطول الكلام، البخلق الله براو والبدي الجنة الله براو. قال الذي خلقني فهو يهدين، الهداية البهدي منه الله سبحانه وتعالى. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعدين الزول بقول لك أنا عقدت في فلان ليه؟ لك والله الزول ده زول صالح، صالح يعني شنو؟ يعني مهتدي. المهتدي ده الهدى منه أهل الجنة. قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني نحن ذاته ما بنهتدي إلا يهدينا الله. شكي رب العزة والجلال قال كلام واضح في سورة يونس، قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، في مسألة الهداية، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. البهدي للحق منه الله سبحانه وتعالى. ركزوا معايا يا جماعة، نحن بنجيكم قريب وانتم ناس احبابنا، والله نحن اول ما جينا المسجد ده جزاكم الله خير استقبلتونا احسن استقبال،
وما زلتوا تستقبلون احسن استقبال. الناس بعد الصلاه فت 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 بيمرقوا، الناس التباب ديل بيقعدوا جزاهم الله خير ويسمعوا بيحبوا الدين، وفي ناس احفظ مننا واعلم مننا قاعدين متواضعين يسمعوا لنا جزاهم الله خير كلهم. قال لك قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي مش يهدى امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ابن كثير قال يهدي اصلها يهتدي، قال افيتبع العبد الله تعالى الذي يهدي ام يتبع غير الله الذي لا يهتدي الا ان يهديه الله تعالى. انت بتقول انا عقدت في الشيخ، الشيخ هذا منه؟ لو هو مهتدي الهداه منه الله، والشيخ بيقدر يهدي غيره؟ لا. بيقدر يهدي نفسه؟ لا. انت تمسك في الله اذا صح التعبير البيهدي، ولا تمسك في المخلوق الما بيقدر يهتدي هو ذاته الا يهدوه، تمسك في ذاته مش في الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، البطعمك الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، والبسقيك الله، موية دي بديك ليها الله براه سبحانه وتعالى. عشان كذا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مش كلام واضح؟ واحد دكتور في جامعة أم درمان أستاذين شالوه برا بيدرس تفسير كلية الطب، قال نحن في السودان عندنا الشيوخ بده المطر، والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك مش افتح بلاغ في الشرطة. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، وهابي تسأل الله وما بديك، تسأل الله ما بديك. قال يكون في قال حواجتين وزرعتين بينات انتقنت ولا ترس، قال المطر تنزل بيجاي وبيجاي ما تنزل، لانه ديل دفعوا البياض وديل ما دفعوا البياض. والله والله دكتور هسي خش اليوتيوب خش تلقاها قاعده، وانتو سمعتوها بتكونوا قاعده شفتوها مش؟ ده قال بيجاي دفعوا البياض بيجاي ما دفعوا. واحد من اهله والله واحد من اهله من النيل الابيض، بعدين لقيته في السوق سمساري، قلت له يا اخي قريبك ده قال كذي؟ قال لي قال كذي؟ قلت له والله قال لي لو جركانة كبوها كذي ما يقدر يلمها من بغادي، خلي مطرت الله كلها يلمها بيجاي، قال جركانة قال ان كبوها ما يقدر يلمها، وكلامه صح. مطر يا اخي تبيعها بالبياض والبرميل بكم وتدفعها مطره، قالوا ديل بينزلوها الجنة امشوا لهم في الكربة تناديون. النازل بينادوا الله متين؟ نازل بيعتقدوا في الله العقيدة الصحيحة متين؟ وكلهم بيموتوا. المصيبة الله ما قال في القرآن مصيبة فيهم، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نازل لو ما بموتوا معليش وعندهم قدرة، لكن ضعفة زي ما الله قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفة وبموتوا كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعدين قال والذي يميتني ثم يحيين، البيميتك منو والبحييك منو؟ الله. عشان كذا قال في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، أربعة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. مش كلام واضح؟ زول مات تاني تحييه في كتبهم قاعدة، واحد قال له مات وبعدين ولده مع الشيخ حوار
ولده بئيس قدر ما اجتهد درجته قال ما بتمش لفوق لقدام. والشيخ تقول شايل الدرجات زي نقاط الكورة ديلك، ثلاثة نقاط في اللعبة دي، نقطتين في ديك، قال الزول ده قدر ما يعبد درجته ما بترتفع. سألوا قال له والله أبوي مات وما راضي علي. قال ساق الجماعة وداهم مشوا القبر، قال له قم، قال قام من قبره ملائكة جواه لا بيستأذن لا أي شيء، قال طق قم قام. يا أخي في طوب وفي طين وفي تراب، ده يقوم كيف ذاته؟ وفي كفن قام كيف ذاته؟ لكن تباريهم تصدق أي شيء. قال قام، قال لي الفقر أجوك عشان تعفو وترضو عن ولدك ده. قال لي خلاص رضيت أرجع. قال له رجعوا تاني، لكن لو كان الدموع باردة نازل يا أخي زول في القبر يا أخي جوه تقوموا كذي وترجعوا طوالي. قوموا الماتوا ورجعون تاني ومصائب تقيلة. وقال لك وإذا مريضت فهو شنو؟ يشفين. دي الصفة السابعة، الفعل السابع، الله بيشفي سبحانه وتعالى، شافي الله. شكذي أيوب عليه السلام قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مش في الله تمشطيه في المسجد، تقول لا أنا قبل يومين ولا ثلاثة واحد في المهندسين جاني قال لي يا أخي راح الولد أرغليه وكذي، مشيت معاه والله يتقبل في الطريق. قال لي مشينا منطقة هناك كذي ما دار أذكر اسمها، منها من جبل أولي تمش قدام شوية بس بجنب كذي عنده نيافطة كذي فيها قاف وفيها واو وفيها تاء كلها لخبطة كثير. بعدين الزول ده قال مشينا لهم، قال لي قاعد بدري شديد، قال لي الصبح، قال لي قاعدين قالوا الشيخ ما بيفتح إلا ثمانية. السيدة ما مصيبة حصل يوم دعيت الله قال لك الشغلة دي ما بتفتح إلا ثمانية. نحن هسي كان جات مصيبة قبلي ثمانية يعني نبقى بس قاعدين لافين ساي. تقال طوالي شنو؟ قال لي إلا ثمانية. جات ثمانية فتحوا لهم، خشوا جوا وين الشيخ؟ والله قالوا الشيخ الليلة حاسي شوية مشى المستشفى. إيه بالتماشي لمن هنا عشان ولدك عيان وذاته طفش مشى المستشفى؟ انت ما تركب تمشي المستشفى؟ المصيبة يقعدوا ينتظروه هو عيان يمشطيه يلقى الزول عيان ذاته مشى المستشفى، يجي من المستشفى شايل له كيس صيدلية، هذا الكيس مكتوب فيه صيدلية الشفاء وفيه حقن جوا وفيه حبوب. شيخ ذاته بده حقنة وبده حبوب تمش له، بعد شوية يطلع لك باغات يقول لك هاك اشرب المحاية دي. انت ما تشربها مشيت ليه بالمواصلات؟ انت مالية بزاخ تف تف ما تشربها؟ واحدين وتشربها للمسكين وتمشي انت المستشفى شو على قلب الشغلة دي؟ ويمرق في الأردن ويمشى في مصر ويجي يسوي قصيدة مصر المؤمنة بأهل الله. انت ماشي مصر ليه؟ ها؟ كل كلام كثير ومصائب كثير. أنا ماذا رأيتوا في ناس فاهمين موحدين، ونحن قصدنا نذكركم بعد ذاك ثم استقاموا دي فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، بهذا تكون حسن الخاتم. والكلام يطول والكلام معاكم طيب، لكن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة اللي دار نبيكم عليها أنا ست بيه، شوفوا يعني أخواننا كونوا ما ذكروا أسماء في الخطبة، ما تفتح ميكروفون ما تفتح، كونهم يكونوا ما ذكروا أسماء في الخطبة دي ما مجاملة ولا مداهنة ولا أي شيء. أولا في حاجة اسمها درء المفاسد يقدم على شنو؟ على جلب المصالح. بعدين الصوفية يعني أنا ما دار أقول الكلام ده قدام الشيخ ده إطراء ولا ثناء، دي ما ذكر حقيقة، بيكرهوا اسم اسمه مزم الفقيري اسم، بس مجرد الاسم ده يقول لك ها جا خلاص بينبزنا، بيكونوا خاتين اثنينهم كده ده شفته في البرنامج في بس منتظرين مزمل ده يقول حاجة، والله أحمد البدوي يقول حاجة عشان يقوموا شنو يحرضوا عليك بعض المسؤول. يا أخي أنا في مسؤول اتكلمت معه في موضوع مزمل قلت له يا أخي التصديق ده ما يكون ما دار أنت مرقوا لنا، قال لي يا أخي والله اسم مزمل ذاته مشكلة خليه يصدق لكم اليوم حاضر فهمتها؟ والجماعة شايفين كلهم
والله كبير على صغير خايفين. عشان كده لازم اخواننا ديل اذا جو يشتغلوا. وهسه احنا نربيكم على حاجه ثانيه، العصر ان شاء الله تعالى الكلمه قائمه. وانا داير اقول لكم حاجه، شوفوا انا تتبيب شيخ مزمل ده بيسكو في قوي، اخواننا ديل ثاني ما من الساهل يجوا، بيقول لك بنجي لكن الظروف ضاغطه عليهم ضغطه شديده. فايتوا الليله اليوم ده يومكم. انا رايي كان الساعه 12 والله حقوا تخلوني بيته قبلهم، كان ابو بس في واحد يعمل حاجه ظريفه كده، عرفتوا؟ والحمد لله رب العالمين.